السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله ناخد يونت 5 اللي هي اليورينري سيستم او الجهاز البولي. طبعا يورين، كلمة يورين يعني بول، فهو كلمة يورين بول، فيورينري سيستم هي الجهاز البولي. هناخد الأول التركيب بتاع الجهاز البولي، بسيط جدا، المحاضرة دي سهلة قوي قوي، يعني ممكن يجي منها أسئلة كتير نظرا لسهولتها، لأن أنا قايل لكم الامتحان إن شاء الله يكون من أسهل الحاجات موجودة. إن شاء الله بإذن الله. يعني الجهاز البولي بيتكون من إيه؟ urinary system consists of، بيتكون الجهاز البولي من، ممكن اجيبها لك كده complete urinary system consists of، وانت تكتب الثلاث نقط دول، الاربع نقط، سوري الاربع نقط. بتكون من ايه؟ بتكون من two kidney، كدني يعني كلية، تمام، كدني، two kidney، كلية يمين وكلية شمال، right kidney و left kidney، تمام. بتكون من two kidneys، ومن حالبين، الحالب اسمه يوريتر، الحالب اسمه يوريتر، يوريتر، تمام. يبقى تو كيدني تو يوريتر. بعد كده المثانة البولية او اليوريناري بلادر، اليوريناري بلادر، تمام. على فكرة كلمة بلادر هي المثانة، بس في جزء في جسم الإنسان تاني اسمه برضو بلادر، اللي هي المرارة، تمام، بس المثانة البولية اسمها يورينري بلادر، أما المرارة اسمها جول بلادر، جول بلادر، تمام، عشان بس تتفرقوا ما بينهم يعني. لكن في الامتحان لو كتبت لي بلادر عادي من غير يورينا يعني هعرف ان انت فاهم يعني. وبعد كده ايه اليوريسترا؟ يوريسترا اللي هي قناة مجرى البول، يوريثرا اللي تي اتش بتنطق سين، تمام. يبقى يورينا سيستم كونسيستس اوف، الجهاز البولي بيتكون من اربع حاجات، تو كيدنيز، تو يوريترز، بلادر، يوريسترا، خلاص، من كليتين، حالبين، المثانة، قناة مجرى البول، تمام. طيب عندنا بقى ايه الفانكشن اوف يورينري سيستم. قلنا كلمة فانكشن دي بتتكرر معنا في كل سيستم وفي كل جهاز بناخده، اللي هي وظيفة، وظيفة الجهاز البولي، وظيفة الجهاز البولي. طبعا ممكن كده نتوقع مع نفسنا الجهاز البولي وظيفته ايه. كل وظيفته، طبعا وظيفة الكلى هي عبارة عن فلتر كده للمية اللي احنا بنشربها والمشروبات اللي احنا بناخدها كلها، هي بتفلتر الدم وتنقيه وتخرج الويستس، او الويستس يعني الحاجات اللي هي الجسم مش محتاجها، وترجع الحاجات المفيدة بقى ايه للجسم، تمام. فايه هي بقى الفانكشن اوف يورينري سيستم؟ نقط، ثلاث نقط بالظبط. اول حاجة فلترنج ذا بلاد، فلترنج جاي من كلمة فلتر، زي فلتر المياه بالظبط، فلترنج ذا بلاد، بس هي مش بيجيلها مياه، هي بيجيلها الدم فيه السوائل اللي احنا واخدينها، تمام. وهي بقى ايه تنقي بقى الدم، بيبقى فيه الميه، هو بيبقى حامل الحاجات الغذائيه والميه وكل حاجه، فهي بيعدي بقى على الكلى يعمل له ايه فلتره، فلترنج ذا بلاد. بعد كده بعد ما بتعمل له فلتر تشوف ايه الحاجه المفيده وايه الحاجه اللي مش مفيده، يحصل ايه فورميشن اوف يورين، تكوين البول، تكون بقى ايه البول اللي هي تطلع بقى الحاجات الزيادة، المية والبولينة والأملاح الزيادة والحاجات دي، تنزل بقى ايه على تحت عشان تخرج بره الجسم. فتاني وظيفة formation of urine، يبقى filtering blood formation of urine،
formation يعني تكوين، تمام. تالت وظيفة ان هي بتعمل بقى ايه، بالدم البول بيتجمع هنا في المثانة ويطلع بره الجسم عن طريق اليوريثرا، فهي بقى ايه، تخلص من اليورين، تخلص من البول، excretion او get rid of urine، excretion او get rid of urine، التخلص من البول، تمام. يبقى الفانكشن مفيش ولا اسهل من كده، filtering the blood، تنقية الدم، formation of urine، تكوين البول. تالت نقطة excretion of urine، تطرد البول او تخلص من البول. خلاص سهلة جدا، خدنا كده ايه التركيب الجهاز البولي ووظيفته، كلمة هوت ورد غطاها، مفيش دش في الموضوع، تمام. الدش اهو بقى ميكانيزم اللي هي الكلى بتشتغل ازاي، او عملية الفلترة بقى والتخلص من البول دي بتشتغل ازاي. اول حاجة blood is pumped from the heart to the kidneys to be cleaned. الدم زي ما لسه قايلينها انه الدم بيروح على الكلى عشان يحصل له ايه، تنظيف للوستس او الحاجات اللي هو الجسم مش محتاجها. وستس يعني الزبالة، هي بترجمتها القاذورات او كده، فهي الوستس بتاع البدية، الحاجات اللي هو الجسم مش المخلفات، هي بالظبط كده المخلفات بتاعت الجسم. blood is pumped from the heart to the kidneys to be clean. يضخ الدم، يضخ بمب يعني يضخ is pumped from the heart، بيضخ من القلب to the kidneys، يروح على الكليتين to be clean عشان يحصل له تنظيف. في النقط انا جايبه لكم الشرح يعني نقط عشان تبقى سهله، مش قطعه كده باراجراف تشوفوها تقفلوا من الموضوع. Every kidney has about 1000 نفرون that acts as a filter. يعني ايه بقى يا دكتور الموضوع ده؟ التركيب بتاع الجهاز البولي ده، الكدني مش قدامكم هي الكيزه بس، لا دي جوه في حاجات، في حاجة اسمها نفرون. نفرون هو بالعربي اسمه النفرون، دي بقى الفلتر اللي جوه اللي بينقي الدم، بيبقى شكله هرمي، تمام. وبيبقى بقى مليان انابيب ايه صغيرة، فالبول بقى بيدخل الدم الاول بيدخل ويحصله تنقية ويخرج عن طريق الايه، الانابيب الموجودة في النفرون. فكل بقى كلية فيها حوالي 1000 نفرون، كل كلية فيها حوالي 1000 نفرون، ده بيعمل كفلتر، تحتوي كل كلية على حوالي 1000 نفرون الذي يعمل كمنقي أو كفلتر. يبقى every kidney has about، دي ممكن تيجي مثلا النقطة دي تيجي صح وغلط، مثلا every kidney has about 1000 نفرون that acts as a filter. Every kidney has about 1000 nephrons that acts as a filter. بنكرر كتير عشان الكلام يتحفظ يا جماعة. يبقى كل كلية بتحتوي على ايه؟ على 1000 نفرون. طيب when blood goes into a nephron، لما الدم بقى بيوصل عند النفرون ده، when blood يعني عندما يصل الدم، goes into a nephron يوصل عند النفرون، it will filter what the body need، هيحصل ايه، هيحصل تنقية للي الجسم محتاجه. it will النفرون هيعمل ايه، وظيفته ايه، الفانكشن بتاع النفرون ايه، it will filter what the body need، هيعمل فلتر او تنقية للي الجسم محتاجه. what the body need يعني يحتاج، يعني هياخد احتياجات الجسم. it will filter what the body need and wastes pumped out، والمخلفات wastes pushed out، بتطلع بره.
بوش ذا اوت اوف بلود. انتو هتطلع خلال ايه بقى؟ سمول تيوبس. انتو سمول تيوبس يعني انابيب دقيقة جدا صغيرة اللي هي اللي جوه النفرون. انتو ذا يوريترز توصل للحالبين. انتو ذا يوريترز زين تو ذا بلادر بعد كده توصل للايه؟ للمثانه. and the clean the blood والدم اللي اتنضف وحصل له تنظيف واتنقى خلاص بقى الجسم محتاجه. the kidney and the clean the blood leaves the kidney بيغادر الكليه and travel to the body ياخد بقى رحلته للايه؟ للجسم. تمام. نقول بقى القطعة ده عشان هي اكبر واحدة. النفرون قلنا ده هو ده بقى الفلتر، هو ده اللي جوه الكلى اللي بيعمل ايه؟ الفلترة. لما الدم when blood goes into a nephron، لما الدم بيوصل للنفرون it will filter what the body need، هيعمل فلترة للي الجسم محتاجه. and wastes pushed out of blood، والمخلفات pushed out هتطلع بره البلد، هتخرج من الايه؟ من الدم. into small tubes، into يعني هتطلع خلال small tubes اللي هي الموجودة الانابيب تيوب، احنا قلنا تيوب يعني انبوبة خلاص، اليوتيوب يعني انبوبتك فتيوب يعني انبوبة. into the ureters اليوريترز قلنا اللي هما الايه؟ الحليبين. then to the bladder بعد كده هتروح لايه؟ للمثانه البوليه. and the clean the blood والدم اللي حصل له تنظيف leaves the kidney هيغادر الكليه and travel to the body ويروح على الجسم، يرجع بقى للجسم خلاص. عندما يدخل الدم الى النفرون يقوم بفلتره ما يحتاجه الجسم، والمخلفات يقوم دفعها من الدم الى انابيب صغيره ثم الحالبين ثم الى المثانه. اما الدم الذي تم تنظيفه فيغادر الكليه ويعود الى ايه؟ الجسم. إيه طبعا الجمله دي يعني ايه؟ ده شرح للدنيا بتمشي ازاي او بيحصل فلتره للايه؟ للبلاد ازاي. إيه الاسئله يعني مش هتيجي سؤال بس يعني ايه نبقى فاهمينها إيه ونبقى عارفين يعني المعلومات. انا كل هدفنا الاول والاخير ان انتوا يعني تتغذوا شويه بالمعلومات الطبيه وتكون انجليش برضو، يعني انا مادتي انكم تعرفوا انجليزي شويه. بعد كده بقى يا جماعه البلادر، شرح بقى البلادر. its function is storage of يورين. ايه لو ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك الفانكشن اوف بلادر، فانكشن اوف بلادر فايده او وظيفه المثانه البوليه ايه؟ هي وظيفتها ستورج. ستورج هي مستودع، هي مخزن. ستورج اوف يورين، ستورج اوف يورين تو بي اكسكريتد فروم ذا بودي. بس إيه يعني هتكتب لي ستورج اوف يورين بس خلاص. المثانة يبقى هي فائدتها تجميع البول، تجميع او تخزين البول of urine to be excreted from the body يعني قبل ايه؟ اخراجه خارج الجسم. the more كل ده شرح يا جماعة، كل دي نقط مثلا تيجي صح وغلط تيجي كده يعني. بلادر الفانكشن بتاع البلادر تيجي the more water you drink كل ما تشرب مية كتير the more urine is produced كلما شربت مية أكثر كلما أخرجت بول أكثر. urine contains ده بقى إيه؟ اليورين بقى اللي بيخرج ده مكوناته إيه؟ بيحتوي على إيه؟ 96% water، 96% water، 96% منه مية. and some waste salts and substances called urea يعني بيبقى 96% مية مع waste salts يعني مخلفات أملاح وبولينة. تمام.
يعني اللي كتبت سولت وخلاص، ووتر سولتس املاح and substance ومادة اسمها اليوريا أو البولينا. خلاص دي الثلاث مكونات الأساسية. طبعا البول بقى ممكن يخرج معاه على حسب بقى إيه. لو حد فيكم كان في حد في الطلبة قابلني شغال في معمل تحليل، لو مسكت كده نتيجة التحليل بتاع البول هتلاقي فيها حاجات، هتلاقي باس سيلز اللي هي الخلايا الصديد، ودي طبعا لما بتبقى بقى المريض تعبان وعنده عدوى جهاز بولي بتلاقي الباس سيلز دي تلاقيها اوفر 100 او جنبها كذا علامة زائد كده. اوفر 100 يعني عنده صديد في البول جامد، فده معناه انه عنده عدوى في الجهاز البولي وبيبقى بقى تعبان وكده، وبياخد مضادات حيوية وكده عشان نظبط موضوع الايه الالتهاب او العدوى اللي في الجهاز البولي دي. هتبص تلاقي برضو في التحليل البول مكتوب السولت او الاملاح، هتبص برضو تلاقي كلمة كريستالز. كل دي ايه؟ بتبقى حاجات سبستانسز نازلة مع اليورين، مع اليوريا. بيبقى فيه سبستانسز كتيرة غير اليوريا والأملاح والصديد والكريستال. طبعا اليورين البول بيحتوي على نسبة كبيرة من المية، 96% مية ووتر، 96% ووتر، مع هو مش ووتر بس، مع مخلفات تانية. ايه المخلفات التانية دي؟ بتبقى عبارة عن أملاح وصديد وكريستالز، وممكن نلاقي خلايا دم صغيرة كمان في البول. الناس اللي شغالة في معمل وكده لو شافوا، او انت يعني لو عامل تحليل بول وبصيت فيه هتلاقي تحليل البول فيه حاجات كتيرة كده مكتوبة تحت. فهي بتحتوي على أملاح، مية وأملاح وبولينا. خلاص البول يبقى البول يحتوي على 96% في المية ماء وأملاح وبولينا. خلاص اليوريا made up during breakdown of protein in the liver. خلاص كل ما زادت نسبة اليوريا أو البولينا كل ما ده بيدل على إن الكلية مش شغالة كويس، فبيبقى في بقى اللي هو الفشل الكلوي. اليوريا دي أصلا اليوريا بتبقى متكونة من تكسير البروتينات في الكبد، يبقى يوريا made during breakdown of protein in the liver، ناتجة من تكسير البروتين في الكبد. خلاص كل ما زاد بقى نسبة اليوريا دي المفروض لها نسبة معينة في الدم، لو زادت الليفل بتاعها ده بيدل على ان الكلية مش شغالة كويس. ف increased urea level in the blood ده بيدل على ان في malfunction of the kidney، في malfunction قلنا يعني وظيفة malfunction يعني الكلية مش قايمة بوظيفتها كويس. ال common medical terms اللي هي المصطلحات الطبية الشائعة في مجال الجهاز البولي، في renal failure الفشل الكلوي. ده أهم مصطلح هيقابلك يعني في الجهاز البولي اللي هو الفشل الكلوي. ده renal failure يعني الفشل الكلوي، الحالات اللي بتغسل الكلى. hydronephrosis اللي هو ارتجاع الماء على الكلية نتيجة انسداد الحالب، اللي هو لو في أي حاجة كده في الحالب بسدد الحالب، مثلا حصوة، حصل التهاب فضيق المكان او كده، ده بيضيق بقى طبعا الحالب، يبدأ البول بدل ما ينزل على المثانة يلاقي في طريق بتاعه مسدود، يقوم راجع تاني على الكلية ويحصل بقى دايلتيشن او توسيع في الحالب، يرجع البول على الكلية تمام ويعمل مشاكل كتير والمريض يجي يشتكي. فده اللي هو الهايدرو نيفروزيس.
اما بقى الرينال كوليك او المغص الكلوي، المغص الكلوي، المغص الكلوي، لو انت فتحت اي نشرة بتاعت العلاج هتبص تلاقي مكتوب فيها كده نشرة لو مسكن، يعني ممكن لو قلبت كده تلاقي دواعي الاستعمال للرينال كوليك في اي مسكن، هتلاقي رينال كوليك يعني المغص الكلوي. خلاص، حصوات الكلى اسمها رينال كالكيولاي، انما الرينال كوليك اللي هو المغص الكلوي. اما نفروباسي اللي هو اعتلال الكلى او مرض في الكلى، نفرو اللي هو نسبة الى النفرون او للكلية، وباسي يعني ديزيز او مرض، فنفروباسي يعني اعتلال الكلى او في مرض بالكلى. كلمة بقى سيستيكتومي، سيستيكتومي اللي هي المثانة، سيست اللي هي المثانة او هي معناها تكيس يعني، بس هي ايه هنا معناها المثانة، سيستيكتومي يعني استئصال المثانة، سيست المثانة، واكتومي يعني ريموفال او استئصال او عملية جراحية يعني بنشيل فيها، اكتومي يعني ازالة يعني. خلاص، فدي المصطلحات الطبية الشائعة عندنا في الجهاز البولي.